يا صديف، اليوم ملعب الأولمبي بسوسة، مباراة الكلاسيكو، مواجهة قوية وصعبة بين فريق النجم الساحلي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي. الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في تمام الساعة الثانية بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة الواحدة بتوقيت غرينيت، وسوف تنقل وتذاع هذه المباراة على قناة الكاس اتش دي واحد الناقل الحصري هذه المباراة. تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق النجم الساحلي المستضاف مباراة اليوم أو فريق الترجي الرياضي التونسي الضيف الثقيل اليوم؟